وانا ما داير اجيب كثير. انت عارف البنات ديل بيتبرجن وقول لك عشان اتزوج واحدات كذا واحدات بيقلدن. وفي النهايه الزواج ده الله قاسمه ولا ما قاسمه؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. وذات الراجل اللي بيجي ياخذها هي متبرجه ده بتاع جوطه ساي. وده ما عنده ديوث في الغالب. ما عنده غيره. لكن اللي بيجي بيسال يا جماعه دار لي بيت مؤدبه، بيت محترمه، بيت خجوله، بيت عندها دين، بيت بيت ناس، بيت اصيله، بيت كذا، بيسالوا لحد ما يجيبوا البيت. وناس الفريق بيكونوا حافظين البنات المحترمات. والله ما حافظينهم. حافظين يقول لك والله فلان ده عنده بيت. الله يقول لك خدتها في الجرح. هم بيقولوا كذا يعني تبر ابره ذاته. يمشوا كذا الى هنا ان كان المثل ده فيه كلام، لكن في النهايه شنو؟ يمشي يخط يدق الباب ويجيبوا النظره الشرعيه. النظره الشرعيه يعاين لها براءه وكذا. يعاين وشها وشعرها ويديها وبدايه كرهها وكذا زي ما قال الشيخ العثيمين اقدام. وابوها يكون قاعد ولا اخوها محرم يكون موجود. ده بيمشي بينظر لها يسمى النظره الشرعيه. لكن دي لا فساي بتاع الدكان نظره ما شرعيه، بتاع الركشه ما نظره ما شرعيه، البلد جت نظر يعاينوا ليها، وذاته ده بيمشي نظره شرعيه يعاين لشنو تاني؟ وكله دي شكلها ده فات النظره الشرعيه ذاته.